بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل. والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطائفة الأولى التي ابتليت بالعشق هم الذين وقعوا في فاحشة الزنا، وقعوا في فاحشة الزنا والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله ولا تقربوا الزنا نهى عن قربانه بفعل الأسباب التي توصل إليه، فكيف بفعله؟ والأسباب التي توصل إليه كثيرة، منها النظر، إطلاق النظر إلى النساء ومتابعة النساء يوقع في الفاحشة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإطلاق النظر إلى ما حرم الله يوقع الرجال والنساء في الفاحشة، وبس الرجال، النساء أيضا إذا نظرت إلى الرجال نظر شهوة وهي أشد من الرجل فتنة، تقع في الفاحشة. واليوم ابتلي أن كثير من الناس ابتلوا بالشاشات والفضائيات التي تعرض فيها الصور الفاتنة والعارية والمجلات والكتب التي توضع فيها الصور النساء الفاتنة. فلم يعد الأمر قاصرا على النظر إلى النساء، وإنما عم البلاء وصار يصل إلى الإنسان في أي مكان ولو ما عنده نساء، بالنقل بوسائل النقل. ومن أسباب الوقوع في الزنا اختلاط المرأة بالرجل، بالرجال، اختلاط المرأة بالرجال، فهذا مما يسبب الوقوع، سواء اختلطت بهم في العمل أو اختلطت بهم في الأسواق أو اختلطت بهم حتى في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تكون النساء خلف الرجال في الصلاة منعا للاختلاط. فأما ما يقع في الحج وفي مواطن الزحام التي ليس للناس طاقة في فصل النساء عن الرجال، هذا شيء يغتفر، لكن على كل من الرجل والمرأة أن يتحرز، أن يتحرز من الفتنة. ولذلك لا تجوز المزاحمة على الحجر إذا كان عنده نساء أو عنده مزاحمة، لا تجوز المزاحمة. اللي يزاحم على الحجر هذا عاصي، وليس هذا طاعة، إنما هو معصية ما فيه من الفتنة. كذلك من وسائل الزنا الخلوة، خلوة الرجل بامرأة لا تحل له، يكون هو وإياها فقط في مكان، سواء في مكتب أو في بيت أو في بر أو في سيارة، هذا من أسباب الوقوع في الفاحشة. ولهذا
قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومن وسائل الزنا التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها سفر المرأة بدون محرم، سافرت بدون محرم فإنها تقع فريسة للفساق وهي ضعيفة أو تنخدع، فلا بد أن يكون معها محرم، لا بد أن يكون معها محرم يحميها ويكون حولها، لأن السفر والبلاد الغريبة والبلاد البعيدة تضيع فيها المرأة ولا يكون عندها وازع لا من عقل ولا من دين، وهي قريبة التناول عقليتها ما ليست عقلية تامة وتنخدع، فلا بد من محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع هذا المحرم. لأجل إيش؟ لأجل حمايتها من الذئاب الضارية، ذئاب البشر. كذلك من الوسائل التي توقع في الزنا تعري المرأة، سفور المرأة، عدم احتشامها بالستر، هذا مما يعرضها ويعرض الرجال للفاحشة. ولهذا قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. لا يبدين زينتهن، المراد بالزينة هنا زينة البدن وزينة الحلي وزينة الثياب أيضا، إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كان على المرأة خلخال وهو تحت الثياب فلا تضرب برجلها حتى يسمع صوت الخلاخيل، لأن هذا فتنة يلفت نظر الرجل الذي فيه ريبة أو فيه مرض في قلبه يطمع بها. وكذلك من وسائل الوقوع في الفاحشة أن المرأة تلين في الكلام مع الرجل، تمازحه، ويسمونها المغازل، ممازحة وترقيق صوتها له، هذا مما يسبب ويطمع الرجل فيها. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. ومن حماية المرأة بقاؤها في البيت، وعندها من العمل في البيت ما يكفيها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج المراد به الظهور بالزينة، لأن كل هذه من أسباب الوقوع في الفاحشة. والقسم الثاني من العشق الذي يوقع في الفاحشة اللواط والعياذ بالله، وهذا أسوأ، إتيان الذكور، إتيان الرجال، وهذه جريمة لم تكن معروفة في العالم قبل قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. جريمة نكرة ما كانت تعرف في البشرية إلا في قوم لوط، ولذلك عاقبهم الله عقوبة لم يعاقب بها غيرهم، حيث إنه أمر جبريل عليه السلام فرفع ديارهم على طرف جناحه، رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم، وخسف بهم وأتبعوا بحجارة من سجيل. هذه عقوبة ما سبق لها نظير، لأن جريمتهم لم يسبق لها نظير. فهذا من أسباب العشق
عشق المحرم، أنه يوقع في هذه الجريمة القبيحة التي تأنف منها حتى البهائم. البهائم ما تجدون أن ذكراً يعلو ذكراً في البهائم، في الحمير ما تجدون هذا في جميع البهائم، لكن فسقت بني آدم أخص من البهائم، نسأل الله العافية. نعم. والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. لما أراد الله إهلاك قوم لوط نهاهم عليه السلام عن الفاحشة، نهاهم حذرهم، لكن لم يمتثلوا وهددوه، قالوا: أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، يعني ما يبون اللواط، فعيروهم بأنهم يتطهرون، عيروهم بما هو خير، لأن أذواقهم تغيرت والعياذ بالله، إنهم جريمتهم أنهم أناس يتطهرون. أخرجوهم من قريتكم. لما أراد الله إهلاكهم جاءت الملائكة في صور رجال، دخلوا على إبراهيم عليه السلام، وكان مضيافا، كان يكرم الأضياف، فأتاهم بالطعام، أتاهم باللحم، لكن الملائكة ما تأكل، قربهم إليهم فلم يمدوا أيديهم إليه، فاستراب منهم أنهم عدو وأنهم يريدون شر، فبينوا له أنهم ليسوا بشرا وإنما هم ملائكة، إن رسل ربك، إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. عند ذلك جادلهم عليه السلام، قال أن القرية فيها لوط، فيها لوط نبي الله، قالوا لوط نعلم أنه فيه، لكن سيخرجه الله منهم، سيخرجه الله منهم، قالوا نحن أعلم بمن فيها. فلما جاءوا إلى لوط وإذا هم في صور فتيان أجمل ما يكون، في صور فتيان أجمل ما يكون، لأجل إغرائهم بالفاحشة، لأن هذا عند هلاكهم. فجاءوا يستبشرون أن لوط عنده فتيان جميلين، عنده يريدون فعل الفاحشة بهم. فلوط عليه السلام دافعهم وتكلم معهم ودافعهم، في النهاية قالوا: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فضربهم جبريل بجناحه فطمس الله أعينهم، صاروا لا يبصرون، هذا أول شيء، صاروا لا يبصرون. قالوا: سحرنا لوط، هذا سحر، يعني لا يزالون في غيهم. ثم أتبعهم الله بالعقوبة، أخرج الله لوطا ومن معه إلا زوجته، لأنها كانت تمالي هؤلاء، كانت تمالي هؤلاء وتدلهم على الفساد، لأنها كانت كافرة، فهلكت معهم والعياذ بالله. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، فهلكت معهم. ولم ينفعها أنها زوجة نبي، كما لم يضر امرأة فرعون لما كانت مؤمنة، لم يضرها أنها امرأة كافر. فالله جل وعلا إنما يجزي الإنسان بعمله لا بعمل غيره، إنما يجزيه بعمله. فامرأة لوط ما نفعها أنها زوجة نبي، وامرأة فرعون ما ضرها أنها امرأة كافر، لأن الله لا يظلم أحد، لا يجازي أحدا إلا بعمله. فهذا حاصل لقصة قوم لوط. جاء أهل المدينة يستبشرون فرحين بها،
هذا من الإغراء والاستدراج لهم والعياذ بالله. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، اتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي، يعني النساء، ما هو بناته يعني بناته من صلبه، لكن المؤمنات، هؤلاء بناتي يعني تزوجوا من النساء، أطهر لكم إن كنتم فاعلين. نعم. كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم، لا يزالون في سكرتهم، في سكرة الشهوة يعمهون. والعمى أشد من العمى، العمى هو عمى القلب، العمى عمى القلب، وأما العمى فهو عمى البصر. نعم. فهذه الأمة عشقت، فحكاه سبحانه عن طائفتين: عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبال بما في عشقه من الضرر. وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه، وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. وهو أقسام: تارة يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك. نعم، فالمشركون يحبون أصنامهم كحب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، يحب الحجر والشجر والقبر مثل ما يحب الله عز وجل. نعم، ولذلك عبده لأنه يحبه. نعم. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه، وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فإذا زرعوا أو غرسوا يجعلون قسم لله وقسم للأصنام، فإذا جاءت آفة وأصابت القسم الذي للأصنام أخذوا نصيب الله بزعمهم وجعلوه للأصنام، يقولون الأصنام ضعيفة ومحتاجة والله غني عن هذا، فيأخذون الذي جعلوه لله ويجعلونه للأصنام عوضاً عما تلف. وإذا تلف حق الله جل وعلا ما يأخذون الذي للأصنام ويجعلونه لله، جعلوا لله نصيب من الحظ والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، هذه طريقتهم. نعم. فتأمل، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام يعني من الإبل والبقر والغنم نصيب. نعم. فتأمل حال أكثر عشاق، مع أن الجميع كله لله عز وجل، هو الذي خلقه هو الذي رزقهم إياه، وكله، والأصنام لم تخلق شيئا ولم ترزق. نعم. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال الفاسق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر:
أن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه، فعياذا بك اللهم من هذا الخذلان. فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبقى في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه. وقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. فصل. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء مضاد للتوحيد، إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص لله يمنع الإنسان من الوقوع في الشرك، يكون قلبه لله عز وجل. وأما إذا أشرك مع الله فقد انقسم قلبه أو خلص قلبه للمعشوق والمعبود من دون الله عز وجل، كحال المشركين. ولا نقصد بالمشركين عبدة الأصنام فقط، بل عبدة القبور أشد من عبدة الأصنام، مع أنهم يدعون الإسلام وينطقون بالشهادتين، لكن يعبدون الأموات، يذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويتبركون بتربتهم ويبكون حولهم ويستغيثون بهم، تجده يبكي عند القبر ولا يبكي في المسجد بيت الله عز وجل. هذا من العجائب في بني آدم، أنه ينسى خالقه وربه ويذهب إلى مخلوق أقل منه. الميت أقل من الحي، لا يملك لنفسه شيئا، والحي مخلوق مثلك، فقير مثلك، فكيف تطلب منه وهو فقير مثلك محتاج إلى الله عز وجل؟ نعم. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن الله نجى يوسف عليه السلام من العشق لما راودته امرأة العزيز، امرأة ملك وجميلة وعندها ترف وعندها منصب، لكنه أعرض عنها وقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. يقال همت به يعني طلبت منه، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، لولا أن الله عصمه لهم بها، لولا أن الله عصمه لهم بها. فقوله هم بها لولا متعلق، الكلام بعضه متعلق ببعض، فهو لولا أن الله عصمه لهم بها، لكن الله عصمه فأعرض عنها ولم يلتفت إليه. قال الله جل وعلا مبينا السبب في ذلك: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا هو السبب، أنه أخلص حبه لله عز وجل وعبادته لله، فعند ذلك عصمه الله من هذه الورطة العظيمة وهذه الفتنة الكبيرة، عصمه الله ونجاه منها.
بسبب إيمانه وتوحيده وإخلاصه لله عز وجل. نعم. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه. نعم. فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر. فيؤخذ من قصة يوسف عليه السلام أن الإنسان إذا ابتلي ووقع في فتنة ووقع في شر أنه يلجأ إلى الله، أنه يلجأ إلى الله ويصرف قلبه إلى الله، فالله ينجيه من هذه الفتنة. فإذا تعلق بالله عز وجل ودعا ربه فإن الله ينجيه من هذه الفتنة، لأن الله نجى يوسف عليه السلام بإخلاصه لله وتوحيده لله عز وجل وتعلق قلبه بالله، ولم ينخدع بهذا المظهر، بهذا المظهر الخداع الجذاب، لأن عنده من الإيمان واليقين ما يمنعه من الانصراف إلى هذه الفواحش. نعم. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. إذا عرض له فتنة فكر في العواقب، فتنة ولذة وشهوة حاضرة، يفكر بالعواقب، مش يبي يجي بعدها، يجي بعدها عذاب، يجي بعدها نار، يجي بعدها ذلة، يجي بعدها أمور، فهو ينظر للعواقب ولا ينظر للذة الحاضرة، وإنما ينظر للعواقب فيترك. إذا فكر هذا التفكير ترك الفواحش. نعم. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغلبة له. الثاني عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. والعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب. الثالث أن العاشق قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الغداء والطفل يلهو ويلعب، كما قال بعض هؤلاء: ملكت فؤادي بالقطيعة والجفاء وأنت خلي البال تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق، طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. الرابع أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. الخامس أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب،
وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذى يمكنه من إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده، وبعد منه وليه ومن لا سعادة ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولايته. السادس أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها. وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها، بل بعضها مشاهد بالعيان، وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن سائر الحيوانات. فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم، بل ربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك؟ وربما زاد جنونه على جنون غيره، كما قيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك الشيء يعمي ويصم. فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه، فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه، حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدة الرغبة غشاوة على العين، تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما تنتقض عروة الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف في أخبار من قتلهم العشق. فقد رفع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. الثامن أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على قلب العاشق، حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه. فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك، فتعجز البشر عن صلاحه، كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار، فإذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كباره. والعشق مبادئه سهلة حلوة، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل إن لم تتداركه عناية من الله، كما قيل: وعش خاليا فالحب أوله عناء وأوسطه سقم وآخره قتل. وقال الآخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق. والذنب له، وهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أوكتا وفوك نفخ. فصل: والعاشق له ثلاث مقامات. وسبب العشق الذي هذه آفاته سببه النظر، لو أن الإنسان غض بصره لسلم من هذا العشق الذي يؤدي به إلى هذه المهالك. ولذلك قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر أزكى للإنسان
أطهر له. الزكاة معناها الطهارة هنا، أي أطهر لقلبه. أما إذا نظر فإن النظر ينقل الصورة إلى قلبه، فلا تزال صورة المعشوق في قلبه حتى يؤدي به ذلك إلى ما لا تحمد عقباه. فكونه يغض بصره يسلم من هذه الأمور كلها. البصر ليس سهلا، يتساهل الإنسان في إطلاق بصره إلى الفتنة وإلى ما هو سهل أبدا، يوقع الإنسان في الهلاك. يقول نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، أول شيء النظرة، ثم يبتسم مع المنظور هذا ويمازحه، ثم يتم الموعد بينهم، ثم تحصل الفاحشة، فلقاء على الفاحشة. سببها أول شيء البصر، على الإنسان أنه يغض بصره عما حرم الله من أجل أن لا يقع في هذه الآفات ثم يصعب عليه الخروج منها. وما وقع الزناة واللوطية في هذه الفواحش إلا بسبب إطلاق البصر وعدم غض البصر، فهذا هو السبب. نعم. فصل. والعاشق له ثلاثة مقامات. يكفي، نقف عندها. صلى الله عليه وسلم.